हाँ दे खाता है। واش غنخدم دابا ليا داك التليفون ما تنصحش ولا لا شري ويدا نشوف واحد الفيديو لا تحفظ بونسي انا نشوف واحد الفيديو لعبو ما تخبونش يا انت لا تحفظ وبقى قال لي داك بون ما تخبونش تيخرج عليك ودابا دابا هو شال ويدا كينفع انا كيبقى انا كيفاش ندري فيه وكلابنا وداك الشيء حتى فاش غينفعك ودابا غنفعك على قرايتك غنتابع عليا بون ما تخبونش ويدا صافي سالات كديره نكمل نتفرج فيه كينفعني بزاف اصلا تيفيدنا مزيان بلاش ويدا الله يحفظك احنا غنشوف الو السلام عليكم الو السلام عليكم سيدي كي داير هذا الشيء معايا بومتر وي واد داكو سيدي انا على الفيديو ديالك في يوتيوب بوغ دريسار ديال لي شيان الله يرضى كيعجبني داك الشيء تبارك الله عليك وعندي واحد الكليه بغيتك عافاك سي سي بوسيبل تدريسي ليا مرحبا لا يا با بروبليم انت على لا صيفط لي عافاك ميساج في واتساب بهذه النمره ونقاد معاك شي رونديفو هاد السيمانه ومرحبا ان شاء الله ميرسي بوكو تبارك الله عليكم زعما فكم فيت مرحبا لالا شكرا بزاف شراء توب ميرسي بوكو مرحبا شكرا ميرسي شكرا 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 ميرسي فين مروه كلشي مزيان وانا الحمد لله الله يحفظك الحمد لله اخويا ومبروك قالوا لي راه خديتي الدبلوم واخدينها ولكن كاين واحد المشكل اخر مشكل علاش من المشكل من القرايه برا وراه مزيان اصاحبي تمشي لبرا ولكن سهل. عندي واحد المشكل في ارض ما عنديش لما نخليه ولا علاش ما ديش معاه لا لا ما نقدرش مشكل هذا صاحبي وانت ولفتي 5 سنين هو معاك ولكن راه الا كان شي واحد بغيت شي واحد اللي نخلي ليه تهلا فيك ونشوفوا لك اصاحبي نشوفوا ودي مره ديما نمشيو ديما خاصني الزرد اصاحبي مرحبا انت الفيديو ديالك دار اصاحبي 1.5 مليون اصاحبي واش درنا شي زرده والو وين انا مليون حتى هو شوف واش اللي ضربنا انا وياك مروان داك المروان راه ها هو والله يتي 1.5 مليون ضرب شتي واشنو دابا درنا الزرده ولا نطلق عليك الكلب دابا لا خويا ديروا الزرده بيطلع لا هي الاولى اخويا هي الاولى بومي تخبوشي مشي عنده ولا بلاش نخاف مشي عنده ويقمعني باين هذوك لي يوتيوبر اللي كيكونوا مشهورين ديما كتكون فيهم العياقه و بومي هاي تشينسي ديالي شكرا أرى الله شاش نتبعك في اليوتيوب دائما وكيعجبوني الفيديوهات ديالك وما كنعرفش نربي كلب ولكن ما قدرتش نشري واحد باش تربي كلب راه ماشي ساهله راه خاصك تقلب ليه على بلاصه فين غينعاس دير ليه الفاكسان ديالو توكلو مزيان تهلا فيه دريسي مزيان الى اخره خاصك انت تكون بعدا كاينه مساعد انك تدريسي كلب وتهلا فيه والله يا خويا بوميت خصني نتهلا فيه ندير ليه كلشي ندير ليه الفاكسان ديالو نوكل ونشرب وندريسي راه لاشين ديالك في يوتيوب علمتني بزاف ديال الحوايج كيفاش ندريسي الكلاب ودابا الكلب ولي ما عنديش خصني غير كلب دابا واش نقول لك بينا فيك دري ولد داركم وزوين وغتهلا في الكلب اش بالك مروان نخليو عنده الكلب المهم انا نخليه عندك الكلب ولكن بغيتك تهلا فيه راه عزيز عليا الكلب بزاف ولكن بغيتك تهلا فيه والله شت فيه نشوف الرحشي يعني عمري ضنيت غيجي هذا النهار وغادي يكون عندي شي كلب والله تنتهلا فيه وندير معاه الدريساج نوكلو ونشربو فوق ما بغى يجي مولاه يشوفو ماشي مشكل ارجو والله ليا فراس ياك ما عمري غننسى ديما غادي فين ما نجي غادي نجي نشوف سمعتيني ديما غادي نشوف يلا مشي يلا
نمشي. يلا سير عارك. يلا مشو يلا أخو. سير سير عارك دا. ما يبقاش في كل حال. بين الدرجة إن شاء الله. يلا مشو. خش عليا برا علاش دابا هما حاضرين يلا خش عليا برا خش بوم مات تبارك الله ماك اخويا كلاباس خو بعد مني الله حفظك اجا عندو معاك اجاج يا كلاباس اجا نقول لك شناو ماك بنتي اللي مشيت لها خويا راه هاد الكلبه دعطا لي واحد السيد الله يجازيه بخير ومشيت للدار الويد بدات كتغوت عليا قالت لي حيد عليا هاد الكلبه هذا شوف تبارك الله كي مدريسي ماشي يدير والو ما عرفش شنو شوف شوف ريح تكار طابو جي مدريسي تبارك الله هاد الكلبه وراش قلت لك اخويا انا شنو غدير باش ما تصحابيش كتلقى عليك حتى مدواز في الكلاب اصاحبي دوزهم تطبط فهمتك عشيره عاش ديال الله يديو اجي نوريك اجي تشوف صويره بعدا غتقول يا ايامات العز يمات الكلاب اما دابا صافي هانت شفت صور هادي كانت عندي في 2015 شوكي ولا الداب اما الوالدين ديما الوالدين لا الكلب لا الكلمه كيديرش هذا ما كيديرش هذا اخويا ما عرفتش علاش دابا واخا نكون غير كان شي كلب اللي ماشي زوين وما مدريسيش وما غاديش يعذبني ولكن شوف تبارك الله هذا كيدير سبحان الله يجازيه بخير داك السيد اللي عطالي زوين منضي وكل شيء ما بغاتش الوالده ديالي ما بغاتش اخويا عطالي لي الدم انا عشيره شنو غدير الدم طالع طالع هاك تفاد الدم بعدا شنو هو داك الشيء هاد كيف وغنسى ليا المشاكل وغنسى لا خويا ما نقدش انا عمري جربت هاد الشيء هذا الكارو هذا وهز عليا انا الصفور ماشي نديرش راسي شوف 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 اسمعني مزيان هاك كيف واش بصح شي حيد شي حيد زعما راه جرب وغادي ترد عليه خب هاك كيف شعلو واشعل انت ماشي بحال هكا صاحبي ماشي بحال هكا قلت لك اخويا حطو في فمك هنا حطو في فمك وشعل وقول ديك باش يدخل وقف وقف شعل مزيان شو كدير اخوي سفيان جيت للدار قلت لي الوليده ما تربيش الكلب من امتى بعدا وانت كتكمي من امتى عمرك ميت اخوي عمرك ميت على داكشي بغيتي قلتي لي عطيني الكلب عطيتو لك وفي الاخر مشيت تكمي بحال هكا وانا تلاقيش مع الدري قال لي باش تحيد العصاب كمي باش ما يبقاش فيك الحال وشكون هو الدري ماشي نعرفوش الا تلاقيتو خويا ما كتحشمش انت تعطي للدري كمي وهو باقي صغير خويا جا عندي هو قال لي انا معصب الواليد الكلب ما عرف داكشي ديالك لا كتكيت تبان على قلبك وماشي حشومه ما الدري باقي صغير تخرج عليه بحال هكا والديك صافو عليه ضربوا عليه تماره اخويا اش غنقول زيد زيد وريني داركم فين كاين سير بعدا هزلك الكلب زيد وريني داركم فين جات يلا عارفك عطاك الكلب وعارفك بلا ليا تحرك وريني داركم فين زيد تحرك واش وليدي كيضربوا عليك التماره وشي تكمي الله يحفظك اسمح لي ما يرحم طبعا شكون يا عمر اسكت اسكت باش تعلم ما حفظك السلام عليكم السلام عليكم لاله السلام اخويا ولدك هذا هي ولدي لا ماما دابا بون ما تخبوش هذا بون ما تخبوش انت خويا هو اللي خارجي على ولدي سمعني اويلي خويا حرام عليك اه لا لا لقيتو ولدي كيكمي اويلي غادي بديز لقيتو الله يعطيه واحد الدري كيمي غادي يبليه وليو تحضي ولادكم وقال لي ما نمشيش ندير شي ليا الشكل باش هو شينا مع بوم ما يخبوش بوم ما يخبوش ديك الصباح تلاقيش ما عطاني كلب كانت نظره زوينه جيب لي انا مجحوم جيب لي انا مجحوم اش بغينا حنا بكلا انا ومزيان ادريسنا الوالده حنا غادي نلقاو الحل لهادشي كامل الوالد راه ما بغيناش ولدك يتبلى اللهم تجي في الكلب ولا تجي في ولدك يتبلى ماشي مشكل بلي جيتي نتايا وهضرتي معايا بحال هكا ماشي مشكل اللهم ولدي والكلب ولا الكار وتفضلوا دابا تفضل زيد خويا تفضل تفضل اودي تفضل
علاش الوالده ما بغيتيش تربي تخلي ولدك يربي الكلب؟ ايوا ولدي من نهار لقى القناه ديالك في اليوتيوب وهو ما بقى بغى يحفظ، ما بقى بغى يقرا، ما بغى يدير حتى شي حاجه، راه هو حاد راسو كيتصنب بصح هادشي كاين. ايوا راك عارف راه القرايه مهمه ودابا مشي حشومه. دابا والديك يضربوا عليك تمار وتمشي تبلى من نهار اللي لقى القناه ديالك وانا مضاربه معاه نوض تحفظ نوض تقرا على لا بلاتي بون ميتر بلاتي بون شي بون ميتر بون شي وي وهادشي راه بزاف. وها انت دابا ستي قلتي لقيتي غادي تبلى اشنو معني انت هادي؟ باش دوك الفيديوهات خاصك تبدا في قرايتك هي الاولى وعاد من بعد بغيتي تفرج فيديوهات ديالي تفرج فيهم. انا غنقول لك جوج الحوايج، تقرا ديها في قرايتك وديها في لونطريما ديالك مرحبا الف مرحبا. ها بون ميتر بون شي هو يجيب لك الكلب وهو يدريسيه لك وهو يدير لك كلشي. مرحبا لالا انا دابا هاد الولد ثقت فيه. مرحبا لالا صافي تفهمنا اشبال ها ان شاء الله تخوصك راسك وتحيد عليك المشاكل وديها في قرايتك. شتي ماما باغا لك الخير، هي قالت لك تربي الكلب ولكن انت ما كداش في قرايتك. ماما باش نولي نحفظ وغنبقى نتريني ان شاء الله وغادي نولي واحد فهمت واحد الدر اللي غيكون زوين ان شاء الله. وانا غادي نشوف انا غادي نشوف ايوا انا غادي نشوف انا غادي نشوف. هي دابا ماماك تساعدات معاك وقالت لك تربي الكلب ولكن بشرط انا راه غادي نمشي دابا ياك نرجع من بعد الا ما لقيتكش كتجيب نقط مزيانين وكتقرا وخلي في راسك كترين وما عمرني باقي نسمعك وقفتي مع شي واحد ولا شي واحد قال لك هاك مي ولا كدير شي حاجه خايبه فهمنا هي اللي كاينه ان شاء الله. حنا غادي نشوف ايوا ان شاء الله يكون بخير. وشكرا انت انت ولدي الله يرضي عليك. سمح لينا لالا انا راه ما تنديرش دوك الفيديوهات باش نخلي الدراري ما يدوش في قرايتهم ولكن القرايه قبل كل شيء، القرايه والرياضه ضروري. والله يرضي عليك انت ولدي صافي دير عقلك صافي الله الوالده بسلامه. شكرا يا ولدي الله يعافيك بسلامه بسلامه خويا. La 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 la